وعوده الى الخبر الابرز في نشره السادسه حيث اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه والتجاره والصناعه والمسؤولين المعنيين وذلك لمتابعه تنفيذ التوجيهات الرئاسيه بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنه امام القطاع الصناعي في ذات الاطار اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التجاره والصناعه لعرض وتقييم الاستفاده من منظومه المجمعات الصناعيه ولتحقيق اهدافها والارتقاء بنظم اداره وحوكمه المنشات الصناعيه الى جانب توحيد جهات الولايه التي تتعامل مع المستثمر وتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص الصناعيه وتفعيل خريطه الاستثمار الصناعي اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، والمهندس احمد سمير وزير التجاره والصناعه، والفريق احمد خالد قائد القياده الاستراتيجيه والمشرف على التصنيع العسكري، ولواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني. صرح المستشار احمد فهمي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التي تواجه القطاع الصناعي من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها في هذا الإطار ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد في توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر، منعا للتشتت واختصارا للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية. وفي ذات الإطار اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حيث تم التركيز على عرض وتقييم جهود الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات وسبل استغلالها على الوجه الأمثل. كما اطلع السيد الرئيس على جهود التواصل والتعاون مع القطاع الخاص الصناعي سواء الشركات المصريه او العالميه والاجراءات الجاري اتخاذها لزياده الاستثمارات الصناعيه اوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان السيد الرئيس وجه بمواصله جهود توسيع مسارات الانتاج الصناعي القائمه وانشاء مسارات جديده من خلال العمل الدؤوب على التغلب على العقبات والتحديات الهيكليه التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر كما اكد سيادته الاستمرار في مسار تعزيز دور واسهام القطاع الخاص وزياده الاستفاده من المناطق والمجمعات الصناعيه بهدف انشاء كيانات صناعيه مصريه ناجحه ومستديمه بما يسهم ايجابا في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنميه الشامله